الأول عند جدتي جات لها ست، وبعدين كانت لابسة كويس. يعني أنا في الوقت ده ما حسيتش إن هي فقيرة. وجت وقعدت مع تيتا، وتيتا استقبلتها استقبال حلو قوي. تيتا استقبالها للآخرين كان استقبال في حفاوة، في إظهار إن هي سعيدة إن هي شايفة هذا الشخص. قعدت وتيتا طلبت مني إن أنا أعمل شاي، ودايما كانت بيبقى عندها حاجة تتقدم للضيوف لما ييجوا. مش فاكرة يوميها كان في ايه، يمكن كان في كيك او حاجة وحطيناه. والست قاعدة عمالة تشتكي، وتيتا تطبطب عليها وتهون عليها. وقبل ما تمشي الست، تيتا دخلت جوه طلعت حاجة ولفتها وقالت لها خدي دي هدية مني. بعد ما مشيت انا قعدت كده مستاءة، انت يا تيتا ليه تديها حاجة؟ شكلها مش فقير ولا حاجة، معرفش يعني. وبعدين ايه طول الشكوى دي؟ طول ما هي قاعدة كلها ما سمعتكيش بتتكلمي كلمتين على بعض غير في الاخر خالص، وهي طول الوقت تشتكي تشتكي تشتكي. فراحت قالت لي بتعبير لطيف وبسيط قوي، يا حبيبتي اللي يخفف عن الناس ربنا يخفف عنه. يعني ايه يخفف؟ يعني ايه؟ يعني يجعله خفيف. احنا في تعبيرنا المصري الدارج يخفف الجرح، يخفف حاجة، يخفف حاجة. الاصل هي الخفة، الخفة يعني وزنه ما يبقاش تقيل. يعني اللي يخفف عن الناس يعني يحسسهم ان همومهم خفيفة شوية، انه ولو للحظة ولو لساعة زمن شال معاهم شوية الحمل، فالحمل خف شوية عن كتافهم، فيعني ده اداهم طاقة شوية. بعد كده اللي عملته جدتي ما كانش حاجة كبيرة قوي. اللي عملته جدتي ثلاث حاجات اساسية: سمعت للطرف الآخر، وسمعت باهتمام وبإنصات، سمعت بدون ما تصدر أحكام زي ما أنا عملت. هي بتشتكي ليه؟ هي قاعدة عمالة تشتكي ليه؟ سمعت للآخر خالص. إدت للطرف التاني اللي قدامها الفرصة إنه يتكلم ويقول اللي جواه من غير ما تنصب نفسها قاضي أو حكم إن ده صح أو غلط. تاني حاجة، لما اتكلمت الكلام بقى اللي يخفف الحمل. انا بصراحة ما عنديش الملكة دي، انا دايما بدي حلول، والناس عرفت عني ده، عرفت انها لو شاركت حنان في هذه المشكلة بفكر في الحل، بفكر في الاقتراحات. ده اسلوبي في التخفيف عن الناس. جدتي كان اسلوبها انها تقول كلام التشجيع، ما كانتش بتدي حلول، ما كانتش بتقترح مقترحات، كانت بتسمع قوي. ولما كانت تتكلم كانت تتكلم كلام يهون الموضوع شوية. المشكلة الكبيرة اللي الشخص ده شايفها حاجة كبيرة، يا باسط دي حاجة بسيطة، دي حاجة انت تقدر عليها، دي حاجة انت عندك القدرة انك تعمليها. الحاجة التالتة، جدتي كانت سخية بس مش بفلوس كتير، لان قدراتها كانت محدودة، وكانت عمرها ما بتقول انا اديت لحد فلان، لفلان ده او لفلانة دي، عمرها ما قالت ارقام. انا قابلت ناس في حياتي لما تدي حاجة أو لما تدفع حاجة أو لما تشتري حاجة تتبارى بأنها تقول أنا اديت الست اللي بتنظف عندي 100 جنيه زيادة فوق الفلوس اللي خدتها، أنا اديت الراجل اللي بيعمل كذا كذا كذا،
انا اديت الجرسون كذا، انا اديت كذا، انا اديت كذا. لما حد بيشتكي لينا، الشخص ده ممكن يصنف حاجه من كذا حاجه. ممكن يصنف على انه من مصاصي الطاقه، وانا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في فيديو حلو قوي بتكلم فيه عن مصاصي الطاقه، الناس اللي بتيجي تشفط الطاقه اللي عندنا، وده نوع من الانواع اللي هم دائمي الشكوى، اللي مهما كان حالهم كويس وحلو برضو بيشتكوا. لكن في واحد بيشتكي لما يبقى متأثر، لما يبقى فعلا تعبان، لما يبقى في حاجة الوضع ده تعبه، حتى لو كان غني، حتى لو كان معاه فلوس. مشاكلنا مش قاصرة على الفلوس وبس، مشاكلنا مشاكل علاقات، مشاكلنا مشاكل مختلفة ومتعددة. بيبقى الواحد احيانا نفسه انه يتكلم يفضفض. هذا الشخص اللي بيخص ناس معينة بالفضفضة، ده مش اللي هو من مصاصي الطاقة اللي هم دائمي الشكوى. لا، في ناس بتشتكي عشان الناس التانية ما تحسدهاش. يقول لك ايه؟ اما اشتكي يقوم الاشخاص التانيين ما يبصوش على النعمة اللي عندي. وده بقى غبي، مش فاهم، مش فاهم ان الناس قوية الملاحظة. هتشوف ما وراء الستارة اللي انت فاكر ان انت بتحطها عشان الناس ما تشوفش النعمة والخير اللي عندك. ده هتشوف النعمة والخير اللي عندك، وكمان هتصنفك على ان انت انسان جاحد. كل واحد فينا يفكر، يا ترى انا انهي نوع من الشكايين؟ يا ترى انا لما بشتكي، بشتكي عشان انا ادمنت الشكوى، ادمنت ان انا احط نفسي في موضع الفيكتم. عارفين يعني ايه فيكتم؟ يعني الضحية. في ناس بتستمد طاقتها وطريقتها في انها تعيش حياتها انها دايما حاسة انها ضحية، دايما حاسة انها مظلومة، دايما حاسة ان فلان بيستقصدها، وان فلانة بتستقصدها، وان فلان بيضرب من في ظهرها، وان فلان بيعمل، وان فلانة بتعمل. هي دي تركيبتهم. الناس دي، الناس بتمشي كده، بتجري من حواليهم زي ما يكون عندهم جرب. اه انت اتصاحبت على فلان، يلا خد لك بقى يا عم شهر ولا اتنين مش هتسمع منه غير شكوى. هل احنا من النوع ده؟ كل واحد فينا يفكر. ولا انا بشتكي لناس معينة اللي يا اما هتسمع مني، يا اما هتفكر معايا، يا اما انا بقى بشتكي عشان الناس ما تشوفش الخير والنعمة اللي عندي وما تحسدنيش. لكن زي ما برضو بطلب منكم ان انتوا تبصوا اي نوع من الشكايين انتوا، نفكر سوا، يا ترى احنا انهي نوع من الطرف الثاني للمعادلة؟ لما بنسمع الناس بنخش كده في منافسة معاهم، ده انتي جوزك منيل بستين نيلة لكن انا جوزي لا يطاق وما يتعش معاه، انتي ولادك كذا وكذا وكذا لكن انا ولادي كذا وكذا وكذا. بنخش كده في منافسة، مين اتعس، مين مشاكله اكتر، مين عنده كذا، مين عنده كذا. ولا بنسمع وبيننا وبين نفسنا كده نقرر ان احنا نسمع بجد. خلي اللي قدامنا يفضفض، يمكن مش لاقي ودن تسمعه. خليه يشيل الحمل شويه، يحطه على كتفنا ثواني وبعدين هيشيله تاني. ما اصل ما حدش بيشيل شيله حد، كل واحد بيشيل شيلته. دايما جوزي له تعبير يقول لك كل واحد بيحاسب على مشاريبه. في الحياة اختيارات، وفي تمن بندفعه لكل اختيار. انا مش هشيل المشكلة اللي عند هذا الشخص، لكن ممكن اديله ودن تسمع، اديله شولدر، كتف يسند عليه شوية، او اديله حل، او اديله مقترح، او اسأله اسئلة اجبره انه يفكر اكتر، يمكن هو نفسه يلاقي حل.
الحاجة التالتة بقى اللي جدتي عملتها الهدية. ما كانش حد يدخل عندها ويطلع ايده فاضية، لازم ياخد حاجة. والحاجة دي على فكرة مش لازم تبقى حاجة كبيرة، مش لازم تبقى هدية فخيمة، ده مجرد ان واحد يفتكر حد ويجيب له حاجة او يدي له حاجة، مش لازم على فكرة. انا بسعد جدا 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 لما حد من اصدقائنا يجي يزورنا ويجيب لي حاجة هو عاملها بنفسه، قيمتها بالنسبة لي بتبقى اعلى بكتير قوي من ان هو يعدي على محل حلويات ويشتري افخم الحلويات. ببقى مبسوطة جدا جدا لما حد يجي لي في المكتب، ودي حصلت وحصلت اكتر من مرة، وانا كمان عملتها اتعلمتها. كان عندنا كان كنت دربت وانا صغيرة لسه في الجامعة في مصنع من المصانع الحربية، ومهندس من المهندسين مدراء الادارات كان عنده في المكتب بتاعه بوكس مليان بسكوت، اللي هي باكيتات البسكوت اللي هي فيها 4 5 بسكوتات. كان بيشتري ده بالجملة، وكان دايما بيخليه عنده في المكتب في الدرج. اي حد يجيله ابن حلال، خد يا سيدي شوية بسكوت، لا شكرا انا مش عايز، انا مش عارف ايه، خدهم للولاد. فيما بعد اتعلمت ان يبقى عندي في مكتبي شوكولاتة، بسكوت، اي حاجة. في فترة من الفترات كنت بدرس كورس مش لطلبة الجامعة، انا درست لطلبة الجامعة اللي هما الاندر جراد، ودرست كمان في الناس اللي عايزة تاخد السيرتيفيكيشن بتاع البي ام بي، لان انا نفسي البي ام بي، فكنت بدرس الكورس بتاعها. فطبعا كلهم بروفيشنالز، الناس بتشتغل، وكان الكورس بيبتدي الساعة 6. فأول مرة وأنا بدرس الكورس ده خلصت شغلي وراحة من الشغل على طول على الكورس ده، ما عنديش وقت آكل، ما عنديش وقت أعمل أي حاجة. دخلت فالبيكري جبت أجيب كرواسون، لقيتهم حاطين كرواسونات صغيرة في علبة، ففكرت ايه ده، انا بدرس لكام واحد كذا، والعلبة دي فيها كذا، هتكفي. خدت العلبة ورحت، ودي كانت اول مرة قلت لهم انا جاية من الشغل على طول، كنت جعانة، جبت ده معايا، تعالوا نتقاسم سوا، واكلوا معايا. الامتنان اللي لقيته في عيون الاشخاص دول، رجالة وستات، ان ايه ده، دي فكرت فينا. فابتدوا هم نفسهم كمان يعملوا ده. اي حد يجي، يلا يا جماعه انا جبت علبه الدونت دي لينا مع بعض. لما عرفوا بعد كده ان انا بحب القهوه وبشرب القهوه وببقى جايبه معايا، يلا خدي احنا جبنا لك قهوه، عشان حاجات بسيطه، حاجات صغيره. لما كنت بشتغل وعملت الحكايه دي في الشغل، ما كنتش انا المدير، انا كنت واحدة من تيم اوف كونسلتنتس والمديرة فوقينا، وعملتها، لقيتها برضو ابتدت هي نفسها تجيب، وهم نفسهم يجيبوا حاجات، وببساطة وبلطافة، ومش لازم حاجات كتير، مش لازم حاجات غالية، بس الهدية البسيطة. مرة مامتي حد جالها برضو، وكانت لسه جايبة كيس بقسماط، يلا يا عم رزقك في رجليك، خد كيس البقسماط. في حد مره جالها وكانت زوجته حامل، وكان نفسها تاكل جمبري، ولاجل الحظ والدتي كان عندها جمبري منضفاه ومفصصاه وحطاه في الفريزر عشان تطبخه لنا، قسمته، خد ده لمراتك. الحاجات البسيطه دي بتحسس الناس ان احنا بنفكر فيهم وبنقدرهم، وهم كمان يفكروا فينا ويقدرونا. اعتقد انه احساس حلو قوي 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 ان احنا نخفف عن الناس بعض همومهم ولو للحظات بسيطة، وفي اللحظات دي هنحس ان همومنا احنا نفسنا خفت،
زي ما جدتي قالت، اللي يخفف عن الناس ربنا يخفف عنه.